مرحبا بكم في قناة الخاصة بأعمال تصميم الكرتون. سوف نتعرف معا كيفية عمل أفلام كرتونية في وقت قليل ودون جهد فقط. تابعوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة الأولى في تعليم برنامج موفي زيو. أول حلقة تسطيب البرنامج، الرابط هتلاقوه تحت الفيديو. نضغط بعد التحميل على أيقونة التسطيب للبرنامج زي ما حضراتكم شايفين، يبدأ يعمل معانا اكستراكت. نختار اللغة وليكن مثلا أي لغة احنا عايزينها. احنا نختار الإنجليش، في فرنسي، في ألماني، نختار اللغة إنجليزي. يجيب لنا الأول إن انت موافق على بنود وشروط البرنامج، ندوس نيكست، نكمل نيكست. هنلاحظ هنا بيقول لنا البرامج المساعدة للبرنامج لو مش موجودة عندك بتتسطب، لو موجودة بتتعمل كأبديت ليها. نختار الكل وندوس نيكست. ملحوظة، البرنامج الموفي زيو النسخة دي ملاش اي حقوق، ما بيطلبكش انك تشتري، كل حاجة مفتوحة فيها، الشخصيات، المدن، الحركات، كل حاجة مفتوحة فيها، ما بتحتاجش منك تفعيل فيما بعد او شراء لنسخة البرنامج. وده اللي بنقدمه النهاردة علشان يكون سهل ليك في التعامل. ما بيحتاجش منك امكانيات كتيرة انك تكون ذو خبرة، انت لو كويس في فوتوشوب وكل التحريك فيها بالماوس، ما بتحتاجش انك تبني شخصية، مع الملاحظة ان انت ممكن تغير في الشخصية الوانها، لبسها، الوش، ممكن تحط وش اي حد لو عايز صورتك. دايركت اكس محتاجة تتسطب، هندوس له اي اكسبت ونكست نكست. بيبدأ يحمل. كل الموضوع ان هو ده غير الافتر افكت والبريمير، غير اي برامج معقدة انك بتبني شخصية. ده سهل في الحركة، في حركات، في اكشنات جاهزة، ممكن تعمل حركة معينة انت عايزها للشخصية، ممكن تحط معاك لحد 100 شخصية في الفيديو او في المشهد، ممكن تعمل مسلسلات 30 حلقة، ممكن تعمل حلقات ساعة، ممكن تعمل 5 دقايق، كل شيء متاح فيه، والحركة فيه سهلة جدا. وبعد التسطيب ان شاء الله هوري لحضراتكم فيديو معمول لكذا شخصية بالحركات بالصوت. في امكانيات ان انت ممكن تحط اصوات، اي اصوات انت عايزها، صوتك، صوت اغنية، اي اصوات، والكاركتر نفسها الشخصية بتتحرك وبتتكلم بالصوت اللي انت بتحدده لها. في اصوات زي مثلا قفل الباب، جرس، الكلام ده كله، دي اصوات اصلا موجوده على البرنامج، بيسهل ليك في انتاجك انك تنتج مشهد كويس. هنكمل نيكست على طول، واي حاجه اي حاجه بتجيلك نيكست على طول، وبيبدا يسطبها. اي رساله بتجيلك انتظر لحد ما يبدا التحميل. عندي نت فور ممكن كان متسطب اصلا وموجود قبل كده، فممكن ما نزلوش تاني، يعني خلاص ان هو نت فريم ورك او دايركت اكس اي حاجه بيلاقيها موجوده بيقول لك خلاص ان هي موجوده عندك، مفيش مشكله انك تنزلها، ما تنزلهاش تاني. هندوس له كلوز ويكمل معانا عادي. نيكست، يبدأ يسطب الفيجوال سي بلس بلس. ننتظر لحد ما يكمل التحميل ويعمل اكستراكت براحته اللي هو استخراج الملفات، ويبدأ يسطب براحته خالص ويخلص ويبدأ معاك. مش محتاج منك اي تفعيل او اي كراك او اي تسجيل بالايميل او اي شيء. ننتظر نيكست. بعد كده عايز يعمل شورت كات على الديسكتوب ويفتح دلوقتي فيو، خلينا انه يفتح دلوقتي ويعمل لنا شورت كات على الديسكتوب. مجرد ما ندوس فينش هيبدا معانا البرنامج يفتح. ملحوظة بس ان انت لازم يكون عندك ويندوز 64 مش 32. ال32 ما بيشغلش معاها الاصدار اللي هو بيحتاج تفعيل وشراء، ملوش اي كراك، ملوش اي الكلام ده كله.
كل حاجة مقفولة فيه الكاركترات وكده، لكن ده سهل جدا، كل حاجة مفتوحة قدامكم. دي شاشة ترحيبية دوس كلوز، زي ما حضراتكم شايفين البرنامج مفتوح كامل، ادي كل المدن او المشاهد الجاهزة. انت ممكن تبني مشهد براحتك، حط شجر وحط ارض وحط الكلام ده كله. هنختار مثلا شكل وليكن الشكل ده، طبعا بتحط الكاركتر اللي انت عايزها وعدد الكاميرات. هنبدأ نحط شخصية، نختار الشخصية، الشخصية نزلت معانا. هنبدأ بإذن الله في الحلقات اللي جاية نشرح ازاي تحرك الشخصيات وازاي تتكلم وازاي تمشي وعدد الكاميرات والإخراج والإنتاج وكل دوت إن شاء الله. هسيبكم دلوقتي مع فيديو كنت عامله لكذا شخصية، هسيبكم مع الفيديو.